استاذ جابر اتفضل. السلام عليكم يا شيخ، انا بنحبك يا شيخ صراحه. وانا والله بحبك يا حاج جابر. الله يكرمك. انا دلوقتي كان حصل مشكله بيني وبين اخوي، اخويا ده يعتبر كبيري وكبيري ووالدي. طيب. وقلت له دارك تكون متحرم علي. انا ليا 3 سنين دلوقتي يا شيخ ما خشيتش داره، وتعب ومحتار ان انا اروح له ازاي. وايه طيب انت بكلمه اتدخلت. طب انت قلت له ايه يا حاج جابر؟ قلت له يحرم عليا دارك؟ انا قلت له يحرم عليا دارك، ما عدت داخلها وطلعت من داره وايه معيط. يعني دلوقتي بعدي على داره وما بخشهاش. طب عشان خاطر النهارده فوت على داره النهارده. يعني نخش داره يا شيخ؟ خش داره ولا في اي حاجه؟ ما اليمين يعني معلش كفاره ولا حاجه؟ هو انت قلت والله تحرم عليك دار، تحرم عليا دارك، ولا قلت تحرم عليا دارك؟ انا قلت تحرم عليا دارك. انا قلت تحرم ولا حلفت ولا حلفت ولا عملت اي حاجه؟ روح على طول. لا روح. لا ما حلفتش يمين وحلفت. يلا روح النهارده دلوقتي انت ومعدي على الدار. اوعى تخلي قلبك كده، قلبك كده يقسى يا حاج. ده اللي بعتبره ابويا واخويا، يعني خش دار وشيخ معلش كفاره. خش وما عليكش اي حاجه، يلا توكل على الله يا حاج جابر. متشكرين يا شيخ عمرو، متشكرين يا شيخ، مع السلامه. الله يعزك يا حاج جابر، ربنا يحفظك.